السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور السادس Passive Circuit Elements in Frequency Domain، ويجب أن ندقق في هذا أن سوف نقوم بدراسة Passive Circuit Elements في Frequency Domain وليس في التايم دومين. وما زلنا مع الجزء الأول وهو الفيزر. بعدما رأينا نظرية الفيزر، اليوم إن شاء الله سوف نقوم بفهم هذا الفيزر عن طريق أمثلة حتى يتضح مصطلح الفيزر. إذا مطلوب مني في السؤال هذا الأول، عندي جهد مكتوب في أي؟ في التايم أو في الفيزر؟ في التايم دومين. كيف نحوله إلى فيزر؟ فقط كما قلنا في النظري، وهنا سوف نفهم أكثر الفيزر عن طريق هذه الأمثلة. إذا قلنا الفيزر هو عبارة على complex number، إيش فيه؟ في amplitude و phase angle. هذا هو إذن amplitude، كم الزاوية؟ هي سالب 40 degree، ومكتوب هذا الجهد بالcosine function، وهذا هو رمز الفيزر. يعني بهذه الطريقة نرمز إلى التايم دومين، وبهذا الشكل نرمز إلى الفريكوينسي دومين بتطبيق نظرية الفيزر. هنا عندي تيار كهربائي، لكن ننتبه، موجود الامبليتيود، موجود الفيز أنجل، لكن كتب التيار في شكل ساين فانكشن. ماذا أفعل؟ أطبق هذا القانون، أن أستطيع تحويل الساين إلى الكوساين عن طريق طرح 90 ديجري. ماذا فعلت؟ طرحت هنا، إذا الزاوية تصبح مع 20 سالب 90، يعني تصبح سالب 70 ديجري. مكتوبة في أين؟ ليست في الساين، إنما سوف نكتبها في الكوساين، وبالتالي حولنا التيار الكهربائي في الساين فانكشن إلى كوساين فانكشن، وبالتالي الامبليتيود في الفيزر هي 10، والزاوية التي طرحنا منها كما فسر 90 هي سالب 70 ديجري. المثال الثاني وهو مثال مطول، قصدت به مزيد فهم الفيزر، لأنه سوف نحتاج كثير إلى هذا المصطلح في الدروس القادمة في هذا المحور السادس. إذن هنا سوف نقوم بالعكس، عندي هنا الفيزر، فيزر أو كتابة الفريكوينسي دومين للجهد، كيف أحوله إلى تايم دومين إكسبريشن؟ إذن هذه الامبليتيود كأنها VM كوساين أوميجا تي مع الزاوية، كم الزاوية؟ سالب 54 ديجري. وبالتالي ماذا فعلت؟ تحولنا من الفريكوينسي دومين إلى التايم دومين. هذه سهلة. ثانيا هنا ماذا عندي؟ عندي امبليتيود وزاوية، لكن ألاحظ الامبليتيود هنا جاتني بالسالب. إذن ماذا سوف أفعل؟ أريد إدخال هذا السالب إلى الكوساين فانكشن، فماذا أفعل؟ أضيف إلى الزاوية 180 ديجري، وبالتالي يدخل السالب هذا هنا، لتكون الفريكوينسي دومين للفي يتحول إلى
تايم دومين الامبليتيود هي 10 وهذه هي الزاوية. ننتبه في المثال الثالث، هذه كتابة التيار الكهربائي، سوف نحوله إلى تايم دومين، هذا مكتوب إذن في نلاحظ هو كومبلكس نمبر. إذن ماذا سوف أفعل؟ أول شيء أقوم بضرب التخيل هنا ثم في البارت الثانية ليصبح هذا هو التيار. لأستطيع كتابة التيار الكهربائي في الفريكونسي دومين يجب دائما تكون عندي ماذا؟ امبليتيود وماذا؟ زاوية. كيف أستخرج الامبليتيود والزاوية من هذه الكتابة؟ سوف أحول الريكتانجلر فورم، هذه ريكتانجلر فورم فيها ماذا؟ حقيقة وتخيل، أحولها إلى ماذا؟ إلى بولار، هذه بولار فورم. إذن الامبليتيود تساوي هي جذر الحقيقة تربيع مع التخيل تربيع، والزاوية ماذا تساوي؟ هي تان إلا واحد ماذا؟ التخيل على الحقيقة. وبالتالي ماذا فعلت؟ حولنا التيار الكهربائي من الريكتانجلر إلى البولر، هذه الامبليتيود وهذه هي الزاوية. هنا يسهل لي إذن تحويل التيار الكهربائي في الفريكونسي دومين الذي هو عبارة على امبليتيود وزاوية إلى التايم دومين، إذن هذه هي الامبليتيود وهذه الزاوية. في المثال الرابع هنا الكتاب أصبحت أصعب، حيث أعطي لي التيار في الفريكونسي على هذا الشكل، لن أستطيع القيام بالجمع أو الطرح، هنا عندي الطرح، إلا عند تحويل هذه البولر وهذه البولر إلى ماذا؟ إلى ريكتانجلر. فهنا الامبليتيود 20 والزاوية 45 تحويلهما إلى ريكتانجلر يساوي كما فعلنا هنا، إذن هنا تحويله إلى ريكتانجلر هو 14.14 مع جي 14.14، كذلك سالب 50 في الامبليتيود سالب 30 ديجري، هذه مكتوبة في البولر، أحولها كذلك إلى الريكتانجلر تساوي سالب 43.3 مع جي 25، ثم ماذا أفعل؟ أجمع الحقيقة مع الحقيقة والتخيل مع التخيل لأتحصل هذه الكتابة كلها من البولر أصبحت في الريكتانجلر تساوي سالب 29.16 مع جي 39.14. ماذا أفعل الآن؟ كما فعلت في هذا المثال أحول الريكتانجلر إلى بولر، الامبليتيود تساوي 48.81 والزاوية بنفس هذا القانون تساوي إذن 126 ديجري تقريبا. إذن عندي امبليتيود وعندي زاوية، هنا خلاص انتهينا. كيف أحول إلى التايم دومين؟ هذه إذن الامبليتيود وهذه الزاوية، نفس ما فعلناه في المثال 4 نفسه في المثال رقم 5. عندي هنا جهد مكتوب في الريكتانجلر وهنا في البولر، هل أستطيع الجمع؟ لا. ماذا أفعل؟ أحول البولر هذه إلى الريكتانجلر أتحصل
على حقيقة هذه قيمتها، والتخيل قيمته سالب جي 7.76. الآن ماذا أفعل؟ أجمع العنصر الأول مع هذا العنصر الثاني بجمع الحقيقة مع الحقيقة والتخيل مع التخيل لأتحصل على مجموع قيمته هذه الحقيقة، وهذا هو التخيل. الآن سهل هذا المثال، عندي حقيقة ريال وعندي تخيل، أحولهم إلى البولار لتكون في البولار هذه الامبليتيود وهذه الزاوية، وبالتالي تعلمنا الآن كيف نمر من الفيزر إلى التايم دومين. وفي المثال السابق تعلمنا كيف نمر من التايم دومين إكسبريشن إلى الفيزر دومين.